أستاذ كمال، أنا بصراحة فرحان قوي بالفترة اللي أنا اشتغلت فيها مع حضرتك. 6 سنين، وكانوا 6 سنين جمال مروا عليا كأنهم 6 ساعات. أنا كمان سعيد جدا بيك يا أسامة. أنت مثال الموظف اللي شرف أي هيئة حكومية أو غير حكومية أو قطاع عمل. الله يخليك. أنا مش عايز بس حضرتك تكون الفترة اللي فاتت دي زعلت مني في أي حاجة. أبدا يا أسامة، أنا زعل منك. هو لولاش بس حكاية العرايس دي اللي كنت خايف إنها تكون معطلك عن شغلك. خلاص يا أستاذ كمال، من هنا ورايح لا في عرايس ولا في شغل ولا في أسامة. أسامة، أنت عندك مرض لا سمح الله؟ لا يا فندم، فلا الله ولا فالك. أنا كل الموضوع إن أنا جالي عقد عمل في الإمارات ونويت أسيب الشغل وأسيب البلد كلها. قول كده بقى، عمال تديني شوية مقدمات عشان عايز تستقيل وتمشي. طب يا أخي اتجوز وبعد كده سافر. لا بصراحة يا فندم، أنا زهقت منكم. إيه؟ زهقت مننا؟ عيب يا أسامة، ده أنا مديرك. لا أنا مش قصدي كده، يعني أنا زهقت من روتين الشغل والعمل اللي أنا فيه، وقلت أشوف مستقبلي بره بقى أعمل إيه. إذا كان كده بقى يا ابني ما نقدرش نقف قدام مستقبلك. توكل على الله. بس يا أسامة ما تنسانيش، لو قدرت تلاقي لي عقد عمل أكون شاكر جدا. هتسيب الشغل ليه يا أستاذ أسامة؟ هم رفدوك؟ لو عندك مشكلة مع الأستاذ كمال أنا ممكن أكلمه لك وأرجعك تاني. أنت هترجعني تاني؟ أوه 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 أوه، ده ما ياما علمت ناس في الوزارة يودع سره في أضعف خلقه. وأنا أقول الوزارة لما ناس إيه؟ عسل. أتاري بقى الروتين ماشي مية مية. لا يا سيدي، أنا ما اترفدتش ولا حاجة، أنا جالي عقد في الإمارات. الله أكبر الله أكبر يا أستاذ أسامة. أرجوك يا أستاذ أسامة ما تنساش تجيب لي من هناك تلفزيون ملون ومروحة. اشمعنى يعني تلفزيون ملون ومروحة؟ ما هي دي الحاجات اللي بيجيبوها من الخليج. حاضر، هبقى اجيب لك معايا تلفزيون ملون ومروحة. لو الموضوع هيبقى صعب على حضرتك ممكن تجيب لي عقد عمل هناك وأنا أشتغل أجيبهم واجي. طب أنا عايزك بقى تجيب لي مها ونرمين ونشأت علشان أودعهم، بس أوعى تقول لهم حاجة. حاضر يا أستاذنا. يلا. شوفوا يا ولاد، أنا جمعتكم النهاردة عشان موضوع مهم جدا. اتفضلوا استريحوا. خير يا أسامة؟ عايز أقول لكم إن أنا مسافر وأنتوا هتوحشوني قوي، وأنت نشأت هتوحشني رخامتك قوي. على فين العزم يا وسط؟ البلد دي احسن من غيرها. جدولك ما فيهوش اي سفريات. لا ما دي السفريه بره الجدول، انا زعلان بس دي سفريه العمر. جالي عقد عمل في الامارات. عقد عمل؟ جالك امتى وازاي ده يا وسط؟ وانت مروح وقفت في اشاره عادي بيعمل اديل قال لك خد العقد ده وسافر؟ مهما رخمت يا نشأت برضه هتوحشني. لا يا اخويا، في واحد معرفه بعتهولي. مين المعرفه ده؟ هو انت تعرف حد غيرنا يا أسامة؟ ده انت حتى يا عيني مقطوع من شجر. سيبيه نرمين يمكن مش عايز يقول. عقد ايه يا أسامة؟ هتشتغل ايه بالظبط يعني؟ والله انا لحد دلوقتي انا مش عارف انا هشتغل ايه بالظبط. هتسافر بلد ما تعرفش فيها حد ولا عارف هتشتغل فيها ايه؟ هو مركز كبير قوي لتعليم اللغات وخصوصا اللغة الانجليزية. انت تعرف تدرس لغة انجليزية؟ الله يرحم مها لما كانت بتجيب لك السيديهات عشان تعليم اللغة الانجليزية. هو انت برضه برخامتك دي هتوحشيني، وما فيش غير مدرسين؟ ما في إدارة؟ في شؤون موظفين؟ في علاقات عامة؟ مدرس لغة عربية؟ بس انت هتقدر تسيب مصر يا أسامة؟ ده انت بتحبها قوي. انا فعلا مش هقدر اسيب مصر، بحبها قوي. بس ده عقد عمل في الامارات، مين يقدر يفوت الفرصة دي؟ بس قس، انت ظروفك زي الفل، عندك شقتك، عندك عربيتك، عندك الورث اللي ماما سايباه، ما شاء الله كمان وظيفتك وانت ثابت نفسك فيها يعني. بس انت طول عمرك ضد سفر المصريين، كنت بتقولي ان المتعلمين والمثقفين لو سابوا البلد مين هيقعد فيها؟ الخبر ده نستنى كل حاجه. طب وهتسيب العرايس دول كلهم لمين يا قص؟ شكلك هتتجوز من هناك. لا انا سافر اشتغل برا، اقعد لي 10 15 سنه، لكن لما اجي اتجوز واحده من بلدي مصريه وتبقى شبه ماما. تروح وترجع بألف سلامه. بس انت هتسافر امتى؟ لا مش على طول كده، انا لسه هقابل عروسه الاول ولو عجبتني هاخدها واسافر على طول. ده عقد عمل في الامارات. سلام. وهي لو عجبته مش هشوفه تاني؟ يا علي، امر يا اسامه بيه. انسه تيتي.
تشربي ايه؟ لا انا مش هشرب، انا هدخن لمؤاخذة الزغروف ده. اتفضلي يا فندم. ايه بتبص لي كده ليه؟ ما احنا قاعدين في القهوة التالك وإدارة النادي حطلنا طفايات، يعني التدخين مش ممنوع والحياة لوز العنب. أنا بصراحة مستغرب بس بنت في سنك بتشرب سجاير. ليه والإكسلانس مبطل؟ لا لا مبطل ولا بشرب، بس السيجارة دي ماركتها إيه؟ مالهاش ماركة. بس دي سجارة محشية. محشية؟ دي فيها 25 سنة سجن يا أسامة بيه، هتشربي إيه قبل ما يرفضوني من هنا؟ هاتلي حباية ترامادول يا كابتن. ترامادول؟ أسامة بيه؟ يا عم مش منعتوني من السجارة، على الأقل الترامادول ده قرص هبلعه، ولا ريحة ولا فضيحة. طب هات لنا اتنين ليمون بالنعناع. ويعني الليمون هو اللي هيهديني يا إكسلانس؟ ده أنت لو تخش دلوقتي دماغي وتشوف الخناقات اللي قايمة فيها هتعذرني. بقول لك ايه يا ابني، هات لي قهوه لا مؤاخذه على الريحه. تحت امرك يا فندم. ترامادول وسجاره محشيه، بصراحه يعني انا عايز افهم، يعني هما فين اهلك؟ انت عندك كام سنه؟ مين اللي خلاكي تعملي كده؟ هو يعني مش عيب جنتلمان زيك يسال انسه بريئه زي من اول مقابله على الخصوصيات دي كلها؟ ما انت لو كنت سبتني شربت السجاره ولا بلعت قرص الترامادول كان زماني فوقت معاك وعرفت اجاوب. يا نهار اسود، انت بتصرفي كام على الحاجات دي؟ اكيد اهلك اغنيه بقى. بص يا اكسلانس، احنا الشله بتاعتنا مقسومه اتنين، في ناس اغنيه كده زي حالاتي، وفي ناس بيغمسوا العيش لمؤاخذه بالهوا. واللي بيغمسوا العيش بالهوا بيجيبوا الفلوس منين؟ انت حاجه. اقول لك انا يا اكسلانس، او يشوفوا باشا محترم زيك كده يقوموا مرفعين، هيقلبوا بقى التليفون، الساعة، البوكسر ولا مؤاخذة، اه بتقضى يعني وبنعيش. بنعيش ايه ومنعيش ايه؟ دي اسمها سرقة بالإكراه، ده في حكومة ما ينفع. أنيسة كيف؟ اه تحت ظلال الزيزفون. كابتن ممكن أعمل مكالمة من تليفونك؟ اتفضلي. ايوه يا بيسو، جبتلي الحاجه ولا لا يا بيسو؟ لا الاكسلانس طلع شنجيف زي ما توقع. بص يا بيسو، انا لازم تجيبلي الحاجه دلوقتي حالا عشان انا خرمانه على الاخر. اقفل التليفون الاقيك في وشي في العنوان اللي اديتهولك. يلا سك انت. سلام. اتفضلي يا ست هانم. شكريني يا كابتن. انت بتعملي ايه؟ لا مؤاخذة يا برنس، أصل العادة حكمت، ممكن تناولني الشنطة دي؟ اتفضلي. شكريني أوي يا كابتن. إيه ده؟ أنت عيانة يا فندم ولا إيه؟ لا يا كابتن، ده كودايين، دواء كحة. دواء كحة؟ بتاخد دواء كحة، هروح في داهية. ماشي. وبتاخدي دواء كحة ده ليه؟ ما أنتوا لا مؤاخذة لا عايزيننا ندخن الزغروف ولا جبتولي الترامادول. اموت نفسي يعني ولا اقطع لكم شراييني؟ لا لا، بعد الشر عليكي. انا نفسي اشوف اهلك دول. ما انت اكيد هتشوف ابويا لما تيجي تتقدم لي، اصلا ابويا كان لا مؤاخذه يعني مدرس لغه انجليزيه وطلع اعاره بره، قامت البليه لعبه معاه وعمل فلوس. طب لما هو عمل فلوس ما رجعش ليه؟ ما هو يا برنس الفلوس تحب الفلوس والبحر يحب الزياد، قام بنيلك مجمع كده للغات وبيدي العيال دروس خصوصية وبتاع. اه يعني فضل قاعد هناك وسابك لوحدك هنا؟ لا احنا من عيلة محافظة، ابويا سابني مع الشغالة الفلبينية. الشغالة الفلبينية؟ اتريني قلقت عليكي. لا انا كده اطمنت. يا ست الكل. اهلا يا ابو الابياس، شرف. جبت الحبشتكنات؟ ايه ديت؟ حسابك كام؟ 5000. خد ادي بكوينه ام. ما ينفعوش. يو خد دي بيعها كمان. ولا تنفع. طب بقول لك ايه، اعمل لك ايه يعني؟ اجيب لك؟ اه كابتن اديني المطوه دي كده. اتفضلي. قبلي بقى بالموبايل يا برنس. لا الموبايل ده عليه صوره ماما. بلا ماما بلا نونا. خد
واب كمان بالساعه. الساعه دي جايبها لي ماما. بقول لك ايه يا دقلع الساعه من سكات بدل ما اعمل لك 111 في وشك انت وماما. خد يا بيسو. تمام كده لسه بدري. طب اجيب لك كابتن الشاكيته دي عاجبه بيسو. يلا اقلعها له. حاضر. اتفضل اتفضل يا استاذ بيسو. قلعك يا اخويا. خد يا بيسو لسه وقلع. كمان واقلع كمان القميص عشان يبقى الطقم. القميص كمان؟ اه بس انا كده هبرد. لا مفيش برد ولا حاجه. جو حلو. يلا حبيبي اسود وقليل. اتفضلي اتفضلي. خد يا بيسو. تمام كده يا بيسو كده يا دي. يلا حبيبي بالسلامه. سلام. سلم لي على اخواتك. ممكن اقعد؟ اتفضل اقعد. ده احنا كده يا اكسلانس بقينا سنفة سوق. تابع عبد الكريم؟ امر يا باشا. خد يا مين. يلا سلام. خد اشرب نفسك يا اسامه بيه اول ما اجيب لك القميص بالجاكيت. الدنيا لسه فيها خير. لا مؤاخذة، هو الأستاذ أسامة مدوه على رجليه في الاسم. اسكت أنت يا مصعب، ما تدخلش نفسك في اللي مالكش فيه. ما عندكيش أي قرص للصداع؟ لا، دي الوصفة اللي أنا عاملها لك دي هتضيع لك الصداع أفضل من 100 قرص للصداع. بس أنا حاسس إني صدعت كده أكتر من الأول. قول لي أنت بس، إيه اللي حصله بالظبط؟ استدعوني في الاسم وثلاث ساعات بيستجوبوني ومفيش كرسي واحد أقعد عليه. هي دي أول مرة كنت تخش فيها الاسم يا أستاذ أسامة؟ وآخر مرة إن شاء الله. يا أخويا أول مرة. ده كده أكرموك آخر كرم. ده أنا في مرة راجع من الدويقة وناسي بطاقتي، عكشوني وعلى اللي عملوه فيا يا أستاذ أسامة. ياه لو أحكي لك. ما الواد ده صدعني آخر صداع. مصعب بطل. حاضر. احكي لي أنت بس، عملوا إيه في المخدرات اللي لقوها معاك؟ أنا ما لقوش معايا مخدرات يا مها. قصدي مع عروستك. قعدت احلف للظابط ان انا معرفهاش ودي اول مره اشوفها، مش قادر يصدقني. حتى البنت كتر خيرها قالت له انها اول مره تشوفني برضه مش مصدقه. فين وفين؟ فين وفين؟ لما جابوا لي لابتوب ووريته الاعلان بتاعي قعد يضحك، سابني وقعد يضحك عليا. ما موقف زي ده يخليك ما تنزلش تقابل ولا عروسه تانية. اقول لك على حاجه، سافر الامارات. ما سفرية الإمارات طارت خلاص. ليه؟ ما طلع اللي جايب لي السفرية ده أبو العروسة بتاعت النهاردة. مصعب أقرص شوية. وكمان شوية. وكمان شوية. يا ابني أنت بتفتح علبة تونة. رني ادخل خالي يمي، رني ادخل خالي، واني نازلة نازلي يامي ايه بتميل هوبا راسي. ايه رنت التليفون. ابو العيال. يا ابو العيال، البنات فيهم حاجه؟ انت ايه بتحبني؟ طب ما انت هتكرهني ليه؟ ايوه يعني بتبصبص لي؟ طب يا اخويا تشكر ما عدمكش. عايز ايه؟ تصيف؟ نصيف سوا؟ طب ما تشتري لنا مروح. ايه عندنا ايوه مروحة سقف. ايوه انت عايز تصيف يعني زي الناس اللي بيروحوا يعني السواحل والحتت دهية؟ عايز تروح ايه؟ جمصي؟ خيبك. ايه يا اخويا الرومانسيه ده هي اللي انت فيه؟ بحبك وجمصي شكلك كده معاك ارشاد. ايه مقشفر؟ ولما انت مقشفر عايز تصيف ليه يا راجل انت؟ انا اتصرف يعني؟ يعني انت مسنوق يعني مزنوق في التصييف وانا اتصرف؟ حاضر
حاضر حتصرف. مع السلامة. ماشي. أبو العيال ده أقرع ونزهي، عايز يصيف ومعهوش فلوس. رن ادخل خالي يمي، هوبي رن ادخل خالي، واني نازلة نازلة يمي. أستاذ أسامة اتكهربت. أنت بتعملي إيه عندك؟ بنضف الأوضة، العناكب مالية الحيطان. أنا مش قلتلك 100 مرة ما تخطيش عتبة الأوضة دي، ولو شفتك هنا تاني هطردك بره. إيه أنا غلطانة يعني؟ ماشي، أنا هسيب العناكب تخرج من الأوضة دي، تروح على أوضتك تسرح لك تحت السرير، تمشي بيك السرير وأنت نايم. يلا. ده أنت لو شايفة النار بتولع في الأوضة دي أوعي تقربي من جنبها. ليه؟ متمعشقة فيها ولا بتمرمغ تحت عتبتها؟ بنرجسها. يلا اتفضلي بره. ايوه بس الكلام مش معاك يا صغنن، الكلام مع جدك الكبير. بره. بتعنفني. استاذ اسامه عايز استلف منك قرشين. وتستلفي مني قرشين ليه ان شاء الله؟ مش بتاخدي معيدك؟ حاجه انسانيه كده يعني، بره المهيه اوفر تايم. انسانيه؟ انسانيه ازاي يعني؟ جوزي لازم يدخل المستشفى يشيل المراره عشان انا فجعتها له. ما انت لازم تفعلي له المراره، اذا كنت هتفقعي مرارتي انا وجدي. و هيعمل عمليه فين؟ في جمصي. نعم؟ في مستشفى جنب جمصه يعني، عشان الهواء والصيف وكده، عشان هنا الدنيا حر في المستشفيات. خلاص، هو بيقول لجدي وانت نازله. انا غلطانه اني طلبت منك حاجه يا صغنن، الكلام مع جدك الكبير وهستلف منه وهيديني. بره بره. ماما وحشتيني يا ماما. انا عارف ان انت زعلانه مني، فاكراني نسيتك؟ احنا بس بقالنا وقت كتير قوي ما اتكلمناش فيه مع بعض، بس ربنا خلص ذنبك مني النهارده. سامحيني يا ماما، انا كنت هسافر الامارات واسيبك، بس انا خدت جزائي والاول مره في حياتي دخلت اسم، وعلى اللي جرالي في الاسم يا ماما اتبهدلت شويه بهدله جامدين قوي. أكيد أنت كنت معايا وشايفة. أشكرك يا ماما، أنا لولا دعواتك ليا ما كنتش خرجت من الاسم. بس أوعدك أوعدك يا ماما أنا مش هسيبك أبدا تاني. مبسوطة يا ماما؟ مش مبسوطة؟ مش فاهم. على كده دي بتحسب له سابقه؟ يا بنت حرام عليكي، اوام خليتي عريس اختك المحتمل يبقى ثوابت. يا ماما بلاش عريس اختك المحتمل ده، ده من ساعه ما نزل الاعلان ده على النت وهو كل يوم الصبح يجي يقول لي انا نازل اقابل عروسه، احس ان انا قلبي وقع في صدري، واول ما يرجع ويقول لي انا فركشت احس ان انا قلبي رجع مكانه وابتدى يدق تاني. بذمتك انت يا بابا مين يستحمل العذاب ده كله؟ لا 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 سيبك بقى من كل ده، البجح بقى يعمل ايه؟ يطلب منها قبل ما يمشي انها تدعي له، اما انا بدعي عليه دعاء ونفع النهارده معاه في الاسم. مش للدرجه دي يا هاله بقى. شفت شفت بنتك بتجيب لورا في ثانيه على فكره. غلطانه ومزحف. ربنا معاك يا بنتي. والله انا ما عارف ايه حكايتك دي، راحة على فين ولا جايه منين؟ كل شويه بتتعقد حبتين. ناوي على ايه يا مان؟ مش عارفة يا بابا، مش عارفة. لما انا حبيت بس اطمنك
الموضوع خلص على خير والولد بيسو شال الليلة. عرفت بقى ان بيسو والاشكال دول اللي مش عاجبينك ممكن ينفعوك قد ايه. تعالى يا جدي شوف، اديني اتعلمت حاجة جديدة. مستنيه ردك يا معلم. اوعى يا اسامة تستندل وتسيبني اخش المساحة. انا نفسي ادخلك في غرفة الاعدام، انتي وابوكي واخوكي. خرس اسود، ما ينفعكيش غير حاجة واحدة.